شعركم قصير عبالكم تعملوا رفعة؟ أهم شي تبلشوا بشعر مرتب ومسأشور. أول تسريحة الفرنش تويست بنبلش بأنه بننزل خصلتين قدام الشعر وبنربط بقية الشعر وبنعمل فرقة صغيرة لندخل الدنبي فيها وبنزينها بإكسسوار، وفينا نستخدم السشوار لنموج الغرة. تاني تسريحة هي الكراون، ناخد خصلتين وبنبرمه مع بعض، وكل مرة بنسحب من الشعر الموجود تحت، بنكمل اللفة وبنثبتها بدبوس، وبنعمل الجهة التانية بنفس الطريقة، وبرضه بنزينها بطوق. ثالث تسريحة، بناخد شعر من أمام الرأس مع الغرة، وشوية بنعمل تيزنج لحتى نعطي شوية فوليوم، بنثبت البف والدبابيس، وبرضه بناخد الأجنام وبنحط دبابيس، بعدين بنحط الشعر ببكلة وبنستعين بدونات حتى تطلع كعكة مرتبة. بتمنى تكونوا استفدتوا وعجبكم الفيديو.